منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية حقق فوز مميز على منتخب المغرب بنتيجة 3-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم لحساب الجولة الثالثة ببطولة الأمم الأفريقية اللي بيتم تنظيمها حاليا في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، واللي بيتم تنظيم هذه البطولة حتى يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري. صحيح مصطفى، وبتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية بمشاركة 8 منتخبات، ده وسط تنظيم رائع في أفضل المدن السياحية. تفاصيل أكثر معنا على تليفون الأستاذ وائل الكومي منسق الإعلامي لمنتخب الكرة الشاطئية. صباح الخير وألف مبروك. صباح النور أستاذة دينا، صباح النور أستاذ مصطفى. الله يبارك فيكم جميعا. احنا الحمد لله ربنا اكرمنا في الماتش الاولاني قدام غانا، وبعد كده ماتش تنزانيا، والحمد لله ختمنا ماتشات دور المجموعات بفوز مستحق على المغرب امبارح. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن اداء المنتخب المصري في بطولة الامم الافريقية للكرة الشاطئية. دينا بص، المنتخب ده عبارة عن مجموعة من الرجال عارفين يعني ايه اسم مصر وبيلعبوا باسم مصر، مركزين جدا من اول البطولة. كان عندنا فترة استعداد كبيرة في اسكندرية قبل البطولة ب10 أيام، وجينا الغردقة بدري جدا برضو. الحمد لله الجهاز الفني بقيادة الكابتن مصطفى لطفي عامل شغل جامد جدا مع اللعيبة بدني وفني، ومع الماتشات كمان احنا مستوانا عالي جدا جدا، وإن شاء الله لسه مكملين لحد ما نرفع الكاس بإذن الله هنا في الغردقة. صحيح. ان شاء الله. عدد الفرق المشاركه قد ايه في هذه البطوله؟ ويمكن يعني خليني برضو اسالك، المباراه الاصعب اللي بتتوقعها في الايام القادمه هتبقى عامله ازاي؟ هو عدد الفرق في المجموعات يا استاذ مصطفى 8، كل مجموعه 4. احنا تاهلنا متصدر المجموعه الاولى برصيد 9 نقاط، ما كناش عندنا حسابات احنا هنقابل مين في دور قبل النهائي. احنا جايين من اول يوم عايزين ناخد البطولة، ما ده الهدف الوحيد اللي قدام اللعيبة والجهاز الفني ومسؤول اتحاد الكرة طبعا. احنا هنقابل في قبل النهائي السنغال، هو ده النهائي فعلا، مش قبل النهائي، هو ده النهائي. ده اصعب ماتش في البطولة كلها. هو ما فريق قوي يعني، خدوا قبل كده بطولات. هو السنغال فريق مصنف عالميا، وهو صاحب اكبر رصيد من البطولات، هو صاحب عنده 7 بطولات افريقيه، منهم اخر 4 على 4 بطولات متواليه. طيب. منهم احنا كنا اخر بطوله في موزمبيق، احنا كنا طرف نهائي قدامه في البطوله. طيب فرص ان المنتخب المصري هو اللي يحصد الكاس ايه؟ ده احنا ان شاء الله هناخد الكاس باذن الله. احنا والسنغال كنا طرف نهائي البطولة اللي فاتت، وكنا كسبانين السنغال قبل نهاية المباراة بحوالي دقيقة، وكرة وسوء توفيق من الحارس عندنا تعادلنا ولعبنا ضربات جزاء. طيب انما احنا ان شاء الله هناخد البطولة باذن الله. ان شاء الله. هي مدة البطولة كام يوم؟ احنا البطولة بدأت يوم 19 اكتوبر وهتنتهي ان شاء الله يوم 16، النهائي يوم 26 اكتوبر. ان شاء الله. كلمني عن اجواء التنظيم، وخصوصا يعني ان الغردقه مدينه من اجمل المدن السياحيه بالتاكيد، يعني تقاطع السياحه مع الرياضه في هذه البطوله كان ليه دور، يعني كلمني عن طبعات السياح وانطباعات المدينه بشكل عام. بص يا مصطفى، اولا الناس هنا في تنظيم محترم جدا من الشركه المتحده، جامد جدا، حاجه نفتخر بها كلنا. البطوله كمان عمل يعني السياح والنزلاء اللي في الفنادق، وفي رواج في مدينه الغردقه كامل كان بسبب البطوله. كويس. في الجماهير موجوده دايما في المدرجات، جماهير مصريه ومن جنسيات تانية. كمان الناس مبسوطه قوي بالاجواء، حتى الفرق اللي جت من بره متمتعه بجو الغردقه وبالملعب الجميل اللي اتعمل في هناك، والتجهيزات اللي تمت يعني افضل بكتير جدا من الدول والبطولات اللي كانت خارج مصر السنين اللي فاتت. طيب عايزين نتكلم برضو عن ابرز اللاعبين في المنتخب، لان مثلا عندنا حسام باولو كان بيلعب كره عاديه وبدا الكره الشاطئيه، يعني قول لي مين ابرز اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر الكره الشاطئيه؟ احنا عندنا طبعا الهداف الكبير كابتن حسام باولو، وكمان الكابتن مصطفى لطفي ضم مؤخرا
توأم روحه في الملاعب احمد تمساح وهو موجود معانا في البطوله هنا. ومعانا لعيبه ثانيه كتير، معانا اسماعيل بهجت واحمد الشحات وهيثم كوستا وحسام محمد مصطفى شيكا، كل دول لعيبه كبيره مش عايز انسى اسمه، وابراهيم حسن ومحمد السيد، كل دول لعيبه يعني الناس هتتمتع بيهم الفترات الجايه في انديه كبيره ان شاء الله. التدريبات بتكون ازاي؟ وهل يعني في معسكر مغلق دايما بعد كل مباراه بيتم التدريب عليه؟ والمباراه الجايه كمان هتكون مع مين؟ احنا طبعا كل ماتش بناخده لوحده، وبناخد اللعيبه بعد الماتش على طول، لازم بتعمل عمليه استشفاء بالتلج لان بيبقى الحمل البدني على الرمل عالي جدا طبعا. فلازم يبقى في استشفاء كامل، ده بينفذه الدكتور محمد اكمل والدكتور عباس حسنين. التدريب بيبقى مدته 45 دقيقه، وتاني يوم بيبقى الماتش على طول. احنا ان شاء الله الماتش اللي جاي هنلعب السنغال في السيمي فاينل، وان شاء الله نكسب ان شاء الله ونفرح كل الناس، ومنها هنتاهل لكاس عالم من المره الثانيه على التوالي ان شاء الله. على اي حال كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا المصري، ونتمنى يعني مباراة فيصلية مع منتخب السنغال يعني تكلل إن شاء الله بالفوز. وبنشكر أيضا حضرتك الأستاذ وائل الكومي المنسق الإعلامي لمنتخب الكرة الشاطئية، شكرا جزيلا لحضرتك. وأكيد لازم هيكون لنا لقاء معهم كمان بعد ما يحصدوا كأس الأمم الإفريقية بإذن الله. التوفيق لهم جميعا.